احمد رجب هيفضل معانا بكلماته اللي اصبحت بالنسبه لنا كلمات مقصوره، يعني كل الاجيال تتنقلها وتاخد منها ويتعلم منها اجيال من الصحافه، كتير من الصحافه، غير ان احنا شخصيا بنتعلم من الكلمات دي، يعني بتفضل محفوره في اذهاننا بنتعلم منها. الجمهور يهتم بالقراءه دي. ايه اكتر ميزه كنت بتشوفيها في مقالاته من خلالها رساله لكل الكتاب الصحفيين؟ النقد الساخر لكن بمنتهى الادب والاحترام، لان في نوعيه من الناس ممكن تحاول تقلد انها تكتب نقد ساخر لكن يكون بعيد عن اللياقه يعني والادب. فهو بيعلمنا ازاي ممكن تبقى ناقد قوي جدا وتقول كلمه قويه وكلمه ساخره ولكن باخلاق عاليه جدا، وهو ده يعني يا ريت كل الاجيال تتعلم منه. كلمه اخيره لاسره الفقيد وكل جموع الشعب المصري. يعني كلمات العزاء مهما الواحد يقول للناس يعني لاسرته هو قد ايه مهم بالنسبه لهم، اذا كان احنا بالنسبه لنا فقدنا شخص مهم جدا جدا بالنسبه للشعب المصري، فما بالنا طبعا الاسره. فانا بقول لهم يعني ربنا يصبركم، الفراق طبعا بيبقى صعب ولكن انا بقول هو عايش معانا. شكرا جدا.